اليوم هذه الوقفة أمام البرنامج مدينة الرباط جات من بعد 31 وقفة ديال المزاولين في مدينة الدار البيضاء، وكذلك 101 وقفة للمتقاعدين في مدينة الدار البيضاء. هذا ماشي رقم سهل، بأن كاينين هناك مطالب يجب أن تحقق، وكاين تماطل في التحقيق ديالها. لذلك قررنا بأننا نجيو نوصلوا الصوت ديالنا ماشي غير في مدينة الدار البيضاء، ولكن أونيفو ديال العاصمة باش يوصل للمغرب كامل. بالنسبة للوقفات ديالنا ولا المطالب ديالنا، فهي كتعلق بالزيادة ديال 2011 و2019. هاد الزيادة اللي عانوا منها المتقاعدين بالخصوص، وغنعانيو منها حنا إلا تحالينا على التقاعد ديالنا، بأن ما تحسباتش في الوعاء التقاعدي ديالهم، يعني لا بونسيون ديالهم جات هابطة، مع خلاف داكشي اللي جا في المذكرة الوزارية آنذاك ديال هاد الزيادة. بالنسبة للمشكل الثاني وكذلك المشكل الثالث، فكانت الشرارة ديالو جات من بعد المذكرة الوزارية ديال فاتح أبريل 2024، وهاد المذكرة الوزارية المضمون ديالها الحجر على صندوق التعاضدية اللي ديال صحتنا، وكذلك الحجر على صندوق جمعية المشاريع الاجتماعية اللي كنا كنترفوا فيها وترفوا فيها وليداتنا. هاد الحجر جا السبب ديالو هو سوء التدبير ديال هاد الصناديق، وهادشي واضح في المذكرة الوزارية. ما يمكنش حنا اليوم 6 شهور باش صدرات المذكره الوزاريه كاين اجراء ديال الحجر، وفي المقابل ما كاينش اجراء ديال المحاسبه ديال المسؤولين اللي تسبوا في تدبير في تفسير في السير ولا في فساد السير ديال هاد الصنادق. حنا كنا كنتمتعوا في القطاع ديالنا بالتطبيب وبالتداوي 100%، وهادشي ماشي فابور، هادشي كان بواحد المساهمه اللي كنعطيوها شهريا اللي كتعادل ولا المعدل ديالها 1000 درهم. اليوم ولينا كنتعوضوا من بعد ما كنا كنستافدوا بالتداول الكلي والتطبيب الكلي، اليوم كنتعوضوا مبالغ هزيله. مع كل احتراماتي للمنخرطين في لاسينيسيس، ولينا كنتعوضوا باكثر باقل بكثير من الناس ديال لاسينيسيس. اما بالنسبه لجمعيه المشاريع الاجتماعيه والحجر على الصندوق ديال جمعيه المشاريع الاجتماعيه، باش نحط الراي العام، جمعيه المشاريع الاجتماعيه في القطاع ديالنا هي كتعتبر من اغنى الجمعيات على صعيد المملكه المغربيه. اليوم ولينا كنلقاو عندنا ما بين صناديق بجوج كاينه واحد الديفيسيت اللي كتراوح ما بين 18 مليار سنتيم، والمساهمات ديالنا باقا والاقتطاعات باقا كتقتطع، ولكن ما عرفناش السبب ديال الافساد ديال جمعيه المشاريع الاجتماعيه. كان هو عباره عن بيع الممتلكات اللي في الملكيه ديال العمال، بيعوها بدون اذن بدون الاجراءات القانونيه ديالها، كتباع لنفس الشخص بنفس الطريقه. ما عرفناش حنا واش هاد الجمعيه كاين عندها شي مسؤول اللي كيحاسب ولا لا. وكنبغيو ان شاء الله الصوت ديالنا يوصل لجميع مواطنين المغاربه.